هنتكلم دلوقتي على شابتر 4. شابتر 4 بيتكلم على sources of law، مصادر القانون. عندنا نوعين من المصادر، عندنا الفورمال sources اللي هم بيبقوا legislations، الكاستم، البرنسبلز اوف اسلامك لو، وعندنا الناتشرال لو برنسبلز اند ذا رولز اوف جاستس. دي المصادر الرسميه. المصادر الرسميه تاني التشريع، العرف، ومبادئ الشريعه الاسلاميه، و مبادئ القانون وقواعد العدل. بعد كده عندي informal sources، والinformal sources دي بتبقى المصادر الغير رسمية زي precedents اللي هي السوابق القضائية بتاعت المحاكم، والcourt decision برضو نفس الموضوع، الأحكام السابق صدورها، والjurist opinions اللي هو رأي الفقه أو رأي علماء القانون. بعد كده بنتكلم على legislations. بقى احنا هنتكلم في الجزئية دي على حاجتين اللي هم اهم حاجتين، legislations و الكاستم. نبدأ دلوقتي بالlegislations. عملية التشريع هي is the written law approved by the legislative authority and promulgated by the president of the republic. يعني عملية التشريع هي القانون المكتوب اللي معتمد بواسطة مجلس الشعب ومعتمد بواسطة رئيس الجمهورية. سريعا كده احنا عايزين نتكلم على ازاي يتم تصنيع القانون امام او داخل مجلس الشعب. بيبدأ نقدم مشروع القانون سواء من احد اعضاء مجلس الشعب او من احد اعضاء الحكومة. كويس. بيبدأ هذا المشروع يخش لجنة اسمها اللجنة التشريعية داخل مجلس الشعب، هي فيها ناس متخصصين في القانون ودراسته وكتابته، وبيبقى أغلبهم طبعا أساتذة قانون. هذه اللجنة بتتم كتابة مشروع القانون في صورة مواد قانونية، لأن زي ما احنا عارفين ان احنا سيفل لو كونتس، بالتالي القانون عندنا لازم يبقى في صورة مواد. هذه اللجنة بتبدأ تكتبه في صورة مواد قانون، بعد كده توديه تاني لأعضاء مجلس الشعب للتصويت عليه، ولازم بيتم التصويت عليه ويتم الموافقة عليه بنسبة 50% من الأعضاء المنتخبين زائد واحد. بعد ما بيتم التصويت عليه والموافقة عليه في مجلس الشعب، بيتم إرساله لرئيس الجمهورية وده هي لاعتماده، وبعد كده نشره بالجريدة الرسمية. طيب احنا عندنا بقى حالة اسمها حالة الصمت الرئاسي. طبعا عندنا حالة ان ممكن رئيس الجمهورية لو هذا القانون مثلا مش عايز يطلعه او رفضه لاي سبب من الاسباب، ممكن يرفض هذا القانون. في الحالة دي عندنا حاجتين، يعني ان هذا القانون يتم عرضه على مجلس الشعب، مجلس الشعب يقتنع بقرار الرفض الصادر من رئيس الجمهورية، بالتالي القانون ما يصدرش. بالتالي لو مجلس الشعب شايف ان هذا القانون في مصلحة المجتمع، بيتم عرضه للتصويت مرة اخرى، لازم يتوافق عليه بتلتين الاعضاء، وفي الحالة دي بينشر من غير اعتماد رئيس الجمهورية. ولكن عندنا مرحلة تانية، ان القانون اثناء عرضه على رئيس الجمهورية لاعتماده يقعد لمدة 30 يوم دون ان يصدر قرار في هذا القانون من الرئيس، سواء بالرفض او باعتماده كقانون. بالتالي دي بنسميها مرحلة الصمت الرئاسي، ان القانون بيتبعت له من مجلس الشعب يقعد عنده 30 يوم من دون ان هو ولا يقر هذا القانون او يتم رفضه. في الحالة دي بعد انتهاء مدة 30 يوم، بعد حدوث فترة الصمت الرئاسي، بنبدأ رجع القانون تاني لمجلس الشعب، وفي الحالة دي برضو لازم يتوافق عليه بتلتين الأعضاء، وساعتها بيتم نشره في الجريدة الرسمية بدون اعتماده من رئيس الجمهورية. دي مرحلة التصنيع، هي مش عليك، ولكن لازم تبقى عارف ايه اللي بيدور جوه مجلس الشعب للعلم بالشيء ليس الا. نرجع تاني نقول ان legislations، تعريف legislations is a written law approved by the legislative authority and promulgated by the president of republic. عندنا kinds of legislations، انواع التشريعات.
عندنا أول نوع بنسميه constitutional legislations، التشريعات الدستورية، which includes the constitution and the laws having the power of constitutional rules. يعني التشريعات الدستورية دي اللي هي جواها قواعد الدستور وأي قانون لقوة القواعد الدستورية. تاني حاجة بيقول لي الأوردينال ليجستريشنز، ودي هي نفس التعريف اللي احنا قايلينه فوق اللي هي التشريعات العادية، enacted by the people assembly and promulgated by the president of republic. بعد كده راح قايل لي جملة أوردينال ليجستريشنز must not contradict with the constitution. طبعا ده شيء بديهي جدا ان التشريعات العادية تبقى غير متناقضة مع التشريعات الدستورية، لان قلنا عمل المحكمة الدستورية لأولئك التشريعات صادرة من مجلس الشعب اللي هي التشريعات العادية أو الأوردينال ليجستريشنز صادرة من مجلس الشعب متناقضة أو متضاربة مع التشريعات الدستورية، شيء بديهي إن المحكمة ساعتها الدستورية هتحكم بعدم دستورية هذا القانون. بعد كده عندنا النوع الثالث اللي هو السبورتينيت ليجستريشنز، اللوائح التنفيذية أو اللوائح التشريعية، أو بنسميها delegate legislations اللي هي اللوائح التفويضية، issued by the executive authority، بتطلع من السلطة التنفيذية، نخلي بالنا، upon delegation expressed in the law emanating from the legislative authority. يعني اللوائح التنفيذية أو التشريعية كويس بتطلع من السلطة التنفيذية بناء على تفويض صادر لها في السلطة، صادر لها في القانون المعمول بواسطة السلطة التشريعية. The rules of the subordinate legislations must not contradict with the constitution or the ordinary legislations. وده شيء بدي ان اللوائح التنظيمية دي لا يمكن تطلع تبقى متضاربة مع الدستور او مع التشريعات العادية الصادرة من مجلس الشعب. طيب عندنا بقى حالتين يا شباب في الاوردينال ليجستريشنز بتبقى استثناء. يعني ايه استثناء؟ احنا عرفنا ان التشريعات العاديه لازم بيتم التصويت عليها في مجلس الشعب، بعد كده بتعتمد فين؟ من رئيس الجمهوريه. لكن في الحالتين دول بقى حد تاني هو اللي بيتولى اصدار القانون مش مجلس الشعب. تعالوا نشوف ايه الاستثناءين دول. بيقول لي two cases in which ordinary legislations is promulgated without prior enactment from the assembly. يعني ايه الكلام ده؟ ان بيتم اعتمادهم من غير صناعتهم في مجلس الشعب. اول حاجة delegate legislations، التشريعات التفويضية كويس، وده استثناء من الاوردينري ليجستريشنز. انا باكد تاني الديليجيت ليجستريشنز هنا مش معناها ان هي لوائح تنظيميه بتصدر من السلطه التنفيذيه، لا، دي بنسميها ديليجيت ليجستريشنز تشريعات عاديه تفويضيه. بتحصل امتى؟ In this case the people assembly delegates in power the president of republic to issue decisions having the power of law in certain fields such as defense and may rewound every year such delegation if needed maybe. يعني ايه الكلام ده؟ يعني في بعض الاحيان مجلس الشعب بيفوض رئيس الجمهورية علشان يعمل قرارات لها قوة القانون في مجالات معينة، مجالات حساسة زي ايه؟ ميزانية وزارة الدفاع. ما هو شيء بديهي يا شباب، انا ممكن اقول اناقش في مجلس الشعب ان ميزانية وزارة الدفاع هتبقى 30 مليون جنيه، بس انا ما اقدرش اناقش اقول ان ال 30 مليون جنيه دول هنجيب بيهم ايه اللي محتاجة وزارة الدفاع. فبالتالي ايه اللي بيحصل ساعتها؟ مجلس الشعب بيفوض رئيس الجمهورية لاصدار قرارات بقوة القانون في بعض المجالات الحساسة اللي لا يمكن مناقشتها على الملأ. يبقى ده اول استثناء عندي. تاني استثناء اللي هو الارجنسلي ليجيسليشنز، التشريعات الضروريه. In some cases the executive authority finds an urgent problem which necessitates prompt legislative solution and at that time the people assembly is not in session. في بعض الحالات السلطه التنفيذيه
بتلاقي urgent problem، يعني مشكلة ضرورية محتاجة لحل تشريعي سريع. وفي الوقت ده ما بيبقاش مجلس الشعب منعقد. ايه بقى اللي بيحصل؟ The Constitution gives the President of the Republic the right to issue decisions having the power of law. ان الدستور هنا بيدي الحق للرئيس الجمهورية ان هو يعمل قرارات بقوة القانون، بس بشرط، بس لازم نفرق قبل ما نقول الشرط ما بين حاجتين. فوق في الـ Delegate Legislations الـ People Assembly gives the President of Republic the power to issue law. يعني فوق بيبقى جاي الـ power أو جاي التفويض ده من مجلس الشعب. ولكن في الحالة التانية في الـ Urgency Legislations الدستور هو اللي بيدي الحق لرئيس الجمهورية لإصدار القرارات بقوة القانون. طب تعالوا بقى نشوف ايه الشرط في الحتة اللي تحت. بنقول but those decisions have to be submitted at the first following session of the people assembly. يعني كل القرارات اللي هيصدرها رئيس الجمهورية في غياب مجلس الشعب لازم يتم عرضها في اول اجتماع له. if the people assembly approves it, it remains as a law. but if such decisions is refused, it will lose the power of law and it will be cancelled. يعني ايه الكلام ده يا شباب؟ يعني هيتم عرض كل القوانين اللي صدرت في غياب مجلس الشعب من رئيس الجمهورية على مجلس الشعب في اول اجتماع له او في اول دائرة انعقاد له. لو مجلس الشعب اقر هذه القوانين فضلت هذه القوانين زي ما هي. لو مجلس الشعب لغى هذه القوانين يبقى بالتالي هتفقد قوتها كقانون وهتبقى في حكم الملغية وينتهي أي أثر